النهارده عندنا فيديو غريب شويه بمناسبه فوز الارجنتين بكاس العالم. عندنا ميسي كسر رقم قياسي جديد بس على الانستجرام. الصور اللي اترفعت على صفحته على الانستجرام لحظه رفعه للكاس وصور مرتبطه بفوزهم بكاس العالم. الصور ديت جابت كام؟ 64 مليون لايك للبوست ده. عندنا ميسي كده تفوق على صوره كانت جايبه عدد من اللايكات غريب وصورة ما نعرفش ايه الهدف منها وجابت اللايكات دي ازاي ما نعرفش الله اعلم. هي صورة البيضة اللي انتوا شايفينها دي حساب معمول بالكامل على الصورة ديت بس ان هو عايز يعمل رقم قياسي لعدد اللايكات بالصورة ديت بس. هل في حد او هل يعقل ان حد يجيب لايكات بفكرة زي دي؟ مفيش طبعا. ميسي يستحق طبعا عدد اللايكات ديت جايه بمجهود بعد 36 سنه ناس جابت كاس العالم. اما صوره بيضه وجايبه 57 مليون لايك يعني حاجه غريبه. ومين اللي بيعمل لايكات للحاجات ديت؟ ما نعرفش يعني ايه العقليه اللي خلته يعمل كده. طبعا موسوعه جينيس للارقام القياسيه اعلنوا على تويتر ان هو ميسي كده تخطى رقم البيضه. فطبعا انا لقيت على السوشيال ميديا حتة البيضة دي قلت ابحث عنها لقيت هو فعلا البيضة دي كانت هي الاعلى في اللايكات على انستجرام وميسي تخطاها. فميسي يستحق طبعا عدد اللايكات ديت لان هو فاز بكأس العالم فيستحق اي حاجة لان هو حقق كأس العالم. اما البيضة ديت ما نعرفش نظامها ايه. اي حد بقى دلوقتي يعمل حساب ويرفع صورة ويقول اجيب لايكات على الصورة دي بس. فحاجة يعني غير هادفة وبتجيب لايكات يعني هي مشكلة الناس مش مشكلة صاحب الصفحة دي.